هي سبب وجود الفتحة دي في الحوض؟ طبعا ليها فايدة حلوة جدا وميزة حلوة جدا، هقولك النهاردة في الفيديو، وهنعمل أفكار وحيل كتير جدا مع بعض هتعجبك. يلا بينا بقى نشوف أول فكرة معانا إيه. الفكرة دي بقى جميلة جدا، لو جوزك مثلا فتح كمبيوتر شاشة وقال لك حافظي على المسامير والصواميل ديت، هتعملي ايه؟ هتجيبي بقى المغناطيس، المغناطيس ده عندنا في كل بيت يعني، وهتبداي بقى تحطيهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالشكل ده بقى هتلاقيهم كلهم في مكان واحد، واستحالة كده واحد يضيع منك. شايفين بقى؟ بجد الفكرة دي جميلة جدا، نفذيها وهتدعيلي عليها. الفكرة دي بقى حلوة جدا، ازاي بقى هنثبت السجادة على الارض؟ طبعا اولادنا طول اليوم يفضلوا رايحين جايين ويزحلقوا كده، السجادة ما بتبقاش في مكانها. لا هنعمل فكرة حلوة جدا، هتخلي بقى السجادة ثابتة معانا على الارض وما تتحركش معانا خالص. يلا بينا بقى نشوف الفكرة ايه. فكرة بسيطة جدا، هنجيب بقى الدبل فيس. الدبل فيس ده بيتباع عند الكهربائي او الموان، يعني هتلاقيه عند اي حد منهم. هبدأ بقى كده اقطع حتة معايا يعني كبيرة بقى شوية، وهشيل بقى في طبعا الدبل فيس ده بيبقى تخين ورفيع، بس انا للاسف عندي الرفيع فما فيش مشكله يعني، هيحل محل التخين العريض شويه. هبدا بقى كده طبعا اشيل اللزقه بتاعته، هي بتبقى رخمه شويه اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لازم نشيلها. وهبدا بقى كده احطها على الارض، وهبدا احط بقى السجاده عليها. شايفين بقى بالشكل ده؟ بقى السجاده ولا هتروح ولا هتيجي معاكي ولا هتزحلق اولادك، يعني مهما يلعبوا كده استحاله بقى السجاده تتحرك. شايفين بقى عملناها بمنتهى السهوله معانا. طبعا بقى تعملي في بقيه السجاده اللي عندك بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا فكره جميله جدا، نفذيها وهتعجبك. نيجي بقى هنا للحوض. طبعا الميزه دي بقى حلوه جدا، لو الحوض اتملى معاكي على الاخر هي طبعا بتنزل الميه من هنا، يعني هي بتبقى ليها طبعا صرف على المواسير، فدي بتبقى ميزتها حلوه جدا. لو بقى ناسيه الحنفيه بتاعتك مفتوحه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت واتملى على الاخر بتنزل بقى الميه من هنا، او لو الحوض معاكي مسدود واتملى على الاخر بتنزل الميه من هنا، يعني استحاله كده الميه تطلع بره، فدي الميزه بتاعتها حلوه جدا بصراحه. طبعا بقى ساعات تلاقي الريحه مش حلوه خالص من هنا كده، طبعا مطرح كده تراكم الميه فبتعمل ريحه مش لطيفه خالص وبتبقى ريحه كريهه كده. هنجيب بقى الفرشه، فرشه الاسنان، وطبعا تكون قديمه بقى عندك، وتخصصيها بقى للحاجات اللي زي كده، وتحطيها كده هتغطسيها في الربسو زي ما انت ما شايفه كده، وهتبداي كده بقى تدخليها، هتخش معاكي بمنتهى السهوله. شايفين بقى؟ وتنضفيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بجد يعني سهلة جدا وبتنفعنا كتير بصراحة، وبتبقى ميزتها حلوة جدا. يعني كده ننضفها عشان خاطر بقى يبقى ريحة الحوض معانا نضيفة دايما. وبالشكل ده بقى نضفته معايا وخليته زي الفل. شايفين بقى الفتحة بقت بتلمع معايا جدا وبتطلع ريحة جميلة جدا. طبعا الفرشة بتساعدنا ان احنا ندخلها وننضفها كده بمنتهى السهولة معايا. طبعا لازم تعملي كده النضافة دي عشان تبقى ريحة الحوض معاك نضيفة طول الوقت. اتمنى بقى اكون فدتكم النهارده في الفيديو، واتمنى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده ايه. الفكره دي بقى حلوه جدا، بتجيبي بقى الفوطه او البشكير معاكي وبتبداي كده تحطي دبوس من على الجنب بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبالشكل ده بقى طبعا استحاله كده الفوطه تقع معاكي ابدا، ثبتها حلو جدا بالدبوس. بجد الفكره دي حلوه جدا وهتريحك كتير من اكبر مشكله بتواجهنا طبعا الاولاد كده، تخش تمسح ايديها نلاقي الفوطه في الارض، لا بالشكل دوت بقى كده ثابته معانا واستحاله تقع. بجد الفكره دي جميله جدا، نفذيها وهتدعي لي عليها. الفكره دي بقى حلوه جدا، كلنا طبعا بنجيب ليفه المواعين ديت، شايفين بقى بتبقى عامله ازاي، وكمان يومين كده تلاقيها معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طيب بدل ما نرميها لا هنستفاد بيها، هنبدا كده نقص كده الجزء دوت معانا، وهنشيل بقى السفنجة. شايفين بقى هبطت معايا خالص ازاي؟ يعني بدل ما نرمي بقى ديت لا هنجيب بقى السلكة الخشنة ديت، بتبقى جميلة جدا، وهنحطها بقى بدلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بجد الفكرة دي جميلة جدا، هتعجبك جدا، وهتبدأي عادي بقى تخيطيها من الجزء ده، او مش عايزة تخيطيها مفيش اي مشكلة، هي كده كده قفشة فيها يعني مش هتطلع. شايفين بقى بقت معايا عامله ازاي؟ بقت جميله جدا واستفدنا بيها، جربي بقى الطريقه ديت وهتدعيلي عليها. الفكره دي بقى حلوه جدا، لو جايبه كده علبه جبنه معاكي وعايزاها بقى تفضل طريه معاكي وما تنشفش في الثلاجه، هبدا بقى كده افتح معايا الجزء دوت اللي انتوا شايفينه وهقصه بقى بالمقص، يعني اسهل طريقه بجد لفتح العلب، وهتبداي بقى تفتحيها من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بكده بقى
هتفتحيها بمنتهى السهوله معاكي، وفي نفس الوقت هتحكميها بقى، شايفين بقى لما تيجي تاخدي منها وهتقفليها، وبالشكل ده بقى اكني ما فتحتش العلبه معايا خالص، شايفين بقى جميله جدا اكني لسه مشترياها وما فتحتهاش معايا. هتفضل بقى الجبنه طريه كده معاكي في التلاجة بنفس الطريقه اللي احنا عملناها. جربي بقى الطريقه ديت وهتدعيلي عليها.